يعني كمان الطلاب الثانوية عامة خلصوا خلاص ايوه امتحاناتهم، ولسه يعني امبارح تم فتح باب التسجيل بموقع تنسيق الجامعات لاختبارات القدرات الخاص والخاص بتنسيق الجامعات 2023. السؤال المتكرر دايما في الوقت ده، ازاي الطالب يعرف يحدد موعد ومكان اجراء اختبار القدرات؟ ده سؤال منتشر ما بين طلبتنا اللي في ثانويه عامه. معانا على الهاتف الاستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزاره التعليم العالي والمشرف العام على اعمال مكتب التنسيق. اهلا بحضرتك يا استاذ سيد. الو، صباح الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا رب. كلمنا عن كيفيه التسجيل على موقع التنسيق، الناس دلوقتي او الطلاب يدخلوا ازاي يسجلوا؟ طبعا زي ما حضرتك اتفضلت وقلتي ان امتحان القدرات بدات من امس 15 وهتنتهي يوم 27، وانا بنصح ولادنا الطلاب اي طالب يرغب في اداء هذه الاختبارات انه يقدم في الفتره دي، حتى لو طالب مأجل للدور الثاني فمن حقه انه يدخل يسجل اختبار القدرات، لان اختبار القدرات بتتفتح مره واحده لابنائنا الطلاب. الطالب بيدخل برقم الجلوس وبالرقم القومي على موقع التنسيق، الطالب بتفتح له صفحه والطالب بيختار الكليه اللي هو عاوز يقدم فيها اختبار القدرات. الموقع نفسه بيحدد له اليوم وبيحدد له الكليه اللي هو يقدم اختبار القدرات فيها. طب ايه هي الكليات دي يا فندم؟ ما هي الكليات اللي ليها اختبارات قدرات؟ كليات الفنون الجميله، الفنون التطبيقيه، التربيه الموسيقيه، التربيه الفنيه، التربيه الرياضيه، شعب التربيه الفنيه والتربيه الموسيقيه بكليات التربيه النوعيه. ده الكليات التي يتطلب عشان الطالب يدخلها لازم يكون ناجح في اختبار القدرات مهما كان مجموعه. لان يعني الكليه دي حتى الطالب لو جايب 100% لازم يكون ناجح في هذه الاختبارات. طيب ايه الجديد في الاختبارات السنه دي يا فندم؟ احنا طبعا السنه دي لغينا اختبار القدرات بالنسبه لكليات الاعلام وكليات التمريض والمعاهد الفنيه الصحيه والمعاهد الفنيه للتمريض. دولي من هذا العام بدانا الطالب يدخل بالمجموع فقط بالنسبه لكليات الاعلام وكليات التمريض ومعاهد التمريض. ده بالنسبه ليهم يعني. طب ما من هذه يعني الاختبارات اختبارات الكترونيه، وايه الاختبارات الثانيه اللي مش الكتروني؟ طبعا لا، الاختبارات دي اختبارات مهاريه. يعني طالب بتاع التربيه الرياضيه لازم بيأدي اختبارات، اولا كشف طبي زائد اختبارات اللي هي اللياقه والطول والوزن وهكذا. بالنسبه للفنون الجميله لازم الطالب بيدخل على اساس بيعمل لوحه رسم وبيعمل له اختبار مهاري وليس اختبار معرفي. ده اختبارات مهاريه لازم الطالب يكون عنده الموهبه عشان يقدر يدخل الكليه دي. فالامتحانات بتقيس مهاره الطالب يقدر يمشي في هذه الكليه او يقدر يتواصل مع هذه الكليه ان شاء الله. طب كلمنا يا فندم عن شروط وقواعد القبول من الصادره من المجلس الاعلى. بالنسبه لشروط مكتب التنسيق هي نفس قواعد العام الماضي، ما فيش تغيير في قواعد التنسيق، يعني نفس قواعد العام الماضي ما عدا ان احنا هذا العام المجلس الاعلى للجامعات يعني قررنا ان هو يلغي التوزيع الاقليمي، فبقى كل الطلبه من حقها توزيع جغرافي لكل الكليات، لان كان العوام الماضيه كان التوزيع الاقليمي بالنسبه لكليات التربيه وكليات التمريض. بالنسبه لباقي القواعد هي نفس قواعد العام الماضي، ما فيش تغيير خالص، يعني بنطمن ولادنا الطلبه نفس قواعد العام الماضي ان شاء الله. طب ايه دور اللجنه العليا في الاشراف والمتابعه عشان نجري هذه الانتخابات؟ طبعا اللجنه العليا بتشرف على جميع اعمال الامتحانات في جميع الكليات اللي هي بتقوم باختبار القدرات. دي اللجنه المشرفه، هي اللجنه المجلس الاعلى للجامعات هو اللي واضع في لجان معينه من لجان القطاع، من لجان قطاع التربيه الموسيقيه، التربيه الفنيه، التربيه الرياضيه، الفنون الجميله، الفنون التطبيقيه. اللجان دي هي اللي بتضع الامتحانات، واللجنه العليا اللي بتشرف على جميع الامتحانات، وفي لجان بتمر على هذه الامتحانات في جميع الكليات المنتشره في انحاء جمهوريه مصر العربيه. طب يعني هل ممكن، انا هسال حضرتك سؤال، هل ممكن طلاب من الحاصلين على الثانويه العامه السنه اللي فاتت ايا كان السبب ما قدروش ان هم يقدموا السنه اللي فاتت يقدموا السنه دي؟ لا، بالنسبه للتنسيق دايما بيبقى لهذا العام فقط، الطلاب حاصلين على الثانويه لهذا العام. بالنسبه لطلاب العوام الماضيه ده في قرار من المجلس ان ممكن الطالب
وفقا لشروط كل كليه ووفقا لشروط كل جامعه الطالب ممكن يقدم مباشره لاختبار القدرات، بس مش في اثناء هذه الفتره، الفتره دي محدده لطلاب هذا العام فقط. تمام. شكرا لك يا استاذ سيد. الاستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزاره التربيه والتعليم المشرف العام على اعمال مكتب التنسيق. شكرا جزيلا. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك.